مجموعات طلابية من مختلف الجامعات الفلسطينية ابتداء من طول كرم لغاية الخليل وكذلك الأمر في جنين. هالجامعات وهالطلاب المتميزين كانوا على مدار سنة ونص منتسبين من خلال منتدى شارك وكذلك الأمر بالتعاون مع الاي واي اف مؤسسة الاي واي اف وبتبني مجموعة بديك القابضة لتنمية مهارات هالقدرات لهالمجموعات الشبابية وتطويرها وتغذيتهم بطريقة فكرية جدا جميلة. برنامج كان مدة سنة ونص تخلله دورات تخلله مخيمات تخلله أعمال تطوعية تخلله تدريبات بواقع 200 ساعة تدريبية. الآن أجل وقت لأن نخرجهم ونعلن أنه في برنامج تميز ثلاثة راح ينطلق إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. برنامج تميز هو برنامج تمكين الشباب للدخول في سوق العمل، كان هو بشراكة مع 7 جامعات فلسطينية. كانت جامعتي جامعة النجاح الوطنية واحدة من هاي الجامعات، فأنا قدمت طلب للبرنامج وانقبلت. كان مشروع كتير جميل وكتير مفيد على صعيد المهني وعلى صعيد الشخصي، أكسبني علاقات شخصية وعلاقات اجتماعية جيدة بتلائم وبتتناسب مع تخصصي اللي أنا درسته علاقات عامة، بالإضافة أنه أنا على صعيد المهني تعرفت على شركات تواصلت مع شركات رح أستفيد منها لقدام. هذا بقدر أقول لك أنه هذا اسمه تميز، وأنا كنت واحدة من المتميزين وهلأ اليوم جاي أتكرم عليه. يوم تخريج للطلاب المشاركين في برنامج تميز من جميع الجامعات المشاركة في البرنامج، طبعا من خلال اليوم احنا بنوصل رسالة انه الشباب الفلسطيني قادر انه يكون في يوم من الايام قادر انه يتحدث عن احتياجاته وانه يوصل للاحتياجات الخاصة فيه، وبنفس الوقت بندعو باقي الطلبة في باقي الجامعات انهم ينضموا لهيك برامج ممكن انها تساعد في تنمية قدرات الطلاب الجامعيين. خلال فترة برنامج تميز تعرضوا الشباب لكثير من البرامج والتدريبات واللقاءات اللي كان من أهمها اللقاءات اللي بتساعد الشباب على إنهم يحددوا احتياجاتهم بنفس الوقت إنهم يوصلوا لتغطية لكامل الاحتياجات الخاصة فيهم، الأمور اللي ما بياخذوها في الجامعات الفلسطينية قدروا إنهم يحصلوا عليها من خلال البرنامج.